مزيانه، لان هذه القوانين اللي كتجرم العلاقات الرداءيه الجنسيه بين البالغين هي قوانين مره اخرى تتنافى مع الحق في الخصوصيه، وتتنافى مع حق اللي هو حق طبيعي وبديهي، اللي هو انك دير اللي بغيتي بالجسم ديالك، ما حدك رشيد وما حد هذا الشيء كيدار بالتراضي. يعني هذه القوانين هذه هي اساسا تنتهك احد الحقوق الاساسيه لحقوق الانسان. إذن أي مبادرة للتنديد بهذه القوانين وللدفع لتغييرها هي مبادرة محمودة. خاصنا نتفقوا على المناهج اللي كنهضروا عليها وفي أي إطار كنوضعوا نفسنا. هذا المفهوم ديال الفساد هو إطار أخلاقي ولا إطار ديني؟ كنحترم الناس اللي عندهم هذه الإطارات هذه واللي كيتكلموا في داخلها. أنا كنتكلم داخل إطار حقوقي، كل واحد وشغله. إذن أنا الإطار ديالي اللي كيحكم الكلام ديالي والمرجعية، المرجعية هذه الكلمة كنت كنقلب عليها، المرجعية الأساسية ديالي هي مرجعية حقوق إنسان، وحقوق إنسان ما كاينش شي حاجة فيها هذا الشيء اللي قلتي. حقوق إنسان فيها راه مسطرة بكل وضوح في القوانين الدولية، في المعاهدات الدولية اللي سنى عليها المغرب، ما كاينش شي حاجة سميتها الأخلاق ولا خروج من الأخلاق، كاين حقوق بتوفر ولا ما توفرش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.